سيادة النائب، عايزين نعرف سيادتك في التعديلات الدستورية ورأيك فيها ايه؟ التعديلات الدستورية حقيقة واقعة كان لزاما وكان واجبا أن تتم في هذه المرحلة بالذات التي يعيشها الوطن الغالي علينا مصر الحبيبة، وجاءت كلها تعديلات من صالح المصريين ومن صالح الأمن والاستقرار لهذا الوطن، وأيضا لدعم مسيرة التنمية وما تم من إنجازات عملاقة وما يتم الآن من إنجازات على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكلنا مع التعديلات الدستورية وكلنا نوافق على التعديلات الدستورية. بالنسبة للتعديلات الدستورية طبقا زي ما قالت المادة 226 ان لرئيس الجمهورية وخمسة اعضاء مجلس النواب الحق في تعديل بعض مواد الدستور، واحنا بنمشي في هذا التعديل لصالح ولدعم مؤسسات الدولة وللأمن والأمان وللاستقرار. وخمس أعضاء مجلس النواب لما تقدموا بهذا التعديل إحنا يمكن خدنا رؤى كل الجهات بحيث إن إحنا نصل في النهاية إلى تعديلات لصالح الدولة وليست لصالح أشخاص. كل ما نتمناه الناس تنزل وتشارك وتقول رأيها، لأن التعديلات هي للأمن والاستقرار والأمان ودعم مؤسسات الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا حابب برضو أقول كلمة فيما يخص التعديلات الدستورية. إن شاء الله إحنا في مجلس النواب تم عقد حوالي 6 جلسات استماع كافة التيارات الموجودة على الأرض. في الحقيقة دي تعديلات قدمت من 5 أعضاء مجلس النواب المؤقر. في الآخر بعد كل هذه المداولات بيتم الاحتكام للشارع المصري. الشارع هو السيد في القصة دي كلها. إذا النهاردة الشارع او الشعب هو المنوط يقول او لا. اما كرأي محمد الحسيني ممثل دير برادة كرول، انا بقول مع استقرار الدولة، مع استرداد الدولة المصرية، مع الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة، وبالتالي انا موافق على هذه التعديلات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو انا بعتبر هذه التعديلات اصلاحات دستورية وليست تعديلات دستورية. الحقيقة الدستور اتعمل في فترة قد تكون فترة غير مناسبة لإقرار الدساتير، وبالتالي كان في بعض القصور في بعض النقاط. الحقيقة كل الدول لما بتجد أي مطالب لتعديل دستور بتعدل دستور، لأنه دستور بنعتبره كائن حي بيتجاوب مع مطالب الجماهير. طبعا احنا انا كنت من ضمن الأعضاء المتقدمين بهذه الاقتراحات وهذه الإصلاحات الدستورية ضمن 155 عضو اللي تقدموا بهذه الاقتراحات. الحقيقة احنا في النهايه الراي للشعب، حتى راينا احنا في مجلس النواب هو راي بنقدمه للشعب. الشعب هو صاحب القرار في هذه التعديلات او في هذه الاصلاحات، وانا شايف انها كلها اصلاحات مطلوبه فعلا لدعم الحياه الدستوريه الحياه السياسيه في مصر، ومنح بعض الفئات تمثيل اكبر في البرلمان. كان بشكل مختصر يعني انا اللي هو محمد عقل، عضو لجنه الدفاع والامن القومي، عضو البرلمان المصري، نائب عن دائرة مركز المنصورة ومركز محل الدمنة ده أهلية. إحنا اللي تقدمنا بطلب للتعديلات الدستورية، 5 عدد أعضاء البرلمان اللي تقدموا بهذا الطلب، وأنا موافق على التعديلات الدستورية حرصا على الاستقرار وعلى الأمن القومي المصري. التعديلات الدستورية للاستقرار والأمن القومي المصري، وسيادة الرئيس يستطيع أن يكمل ما بدأه من إصلاح اقتصادي وإصلاح سياسي وتطور في الأجهزة الأمنية، تطور في النظم الدفاعية للقوات المسلحة المصرية، الطرق والكباري والكهرباء والغاز، وإنجازات غير مسبوقة بتتم على أرض مصر الآن. فللاستقرار وإنهاء هذه الإجراءات جميعا احنا بنوافق على التعديلات الدستورية. والتعديلات الدستورية اللي بتتم لم تقترب ناحية الحريات أو ناحية المواطن، كلها للاستقرار الأمني وحفاظا على الأمن القومي المصري.